حاج منصور، طبعا احنا جايين لك النهارده وعارفين انك حد من الناس الكبار في منطقه غبريال ومنطقه الرمل كلها، الله يخليك يا باشا. علشان كده احنا قصدنا ان احنا نيجي نقعد مع حضرتك النهارده نعرض عليك مشروع بتعمله فرقه شبابيه. نعم. احنا اسمنا فرقه جوانا للفنون. تمام. بنعمل احياء تراث لشوارع موجوده في اسكندريه، فاحنا اخترنا شارع مسلم ابن الوليد في غبريال علشان نعمل فيه زي احتفالية كده بيننا كمجموعة فنانين وبين الناس الكبار فيها علشان نحكي على تراث الشارع ده. فطبعا ما كناش نقدر ننزل المنطقة ونتكلم مع الناس مباشرة من غير ما نيجي للحد اللي الناس بتحبه وبتحترمه وبتحب ان هي تتعامل معاه. تواضع منك بس يا استاذ مصطفى، ربنا يخليك. تواضع منك حقيقي يعني. فاحنا يعني حابين نسأل حضرتك تقول لنا رؤيتك لليوم ده ممكن يكون عامل ازاي. احنا عايزين نرجع بعد اليوم ده ان الناس ترجع تاني في ألفة وود مع بعض، فلو حضرتك ممكن تطرح عليا افكار نقدر نعملها في اليوم ده ويكون تحت رعايتك طبعا ده هيكون بشرف. ربنا يخليك. والله انت حضرتك خلصت يعني؟ اه اتفضل. انا هرد على حضرتك على كذا جزئيه انت قلتها. هي الجزئيه الاولى ان مفيش حد بيعمل عمل لوحده، اولا زي ما بيقولوا الناس بالناس يعني. فالنهارده كونك ان انت بتقول منصور المحمدي هو كده، لا ده منصور محمدي بناسه. منصور محمدي لو بعدت ناسه مش هيحصل حتى ربع منصور المحمدي. فلازم تعرف سعادتك. وانا طبعا انا اشكرك جدا على المشاعر الجميله، انما دي الحقيقه يعني. ان انت لو كان منصور محمدي زي ما بيقولوا كده يعني شويه، انما والله بجد بجد والله فعلا. وانا دايما حتى اقول على قناتي لما بطلع مثلا في اي قناه هذا انا دايما اقوله من غير الناس ما ينفعش. لان انا لو مفيش ناس انا ما اسواش حاجه خالص نهائي. فالنهارده كون ان انا اعمل حاجه فانا برضو مش عاملها غير بالناس، لان يعني ما كانش الشغل يبقى جماعه مفيش حد بيشتغل لوحده. ده بالنسبه لحضرتك ان انت بتقول ان انت جاي لي اهلا وسهلا بيك، بس منصور محمدي بالناس مش لوحده، وده معروف عنك. دي واحد. اتنين، حضرتك بتقول احنا عايزين نعمل حاجه نسعد بيها الناس. اكيد نسعد بيها الناس. انا معاك قلبا وقالبا، انا والناس. انا مع حضرتك قلبا وقالبا، انا والناس، مانيش لوحدي. لانه طبعا دايما اقول انا والناس جناحين في طائر واحد، ما اقدرش استغنى عنه. لو راحوا جناحين فانا هسقط من فوق تاني. انما انا عايز اقول لسعادتك ما دام الشيء هيسعد الناس، والناس اللي من دولت بجد بجد يعني عندها هموم كتير قوي. انت عارف السياسه الشغل الشاغل للناس النهارده، وبجد الناس تلاقي النهارده واحد راقي وواحد تعبان. السياسه النهارده بقت متقلبه مش مستقره. فالناس النهارده عايشه يعني انا بحسبها زعلانه حزينه شويه. فكون الناس تبقى حزينه شويه لما حضرتك سعادتك استاذ مصطفى تيجي تعرض عليا ان احنا عايزين نفرح الناس ونطلع الناس من المول الحزين شويه، فطبعا محدش هيتاخر. انما هو الموضوع ما دام احنا حبينا نفرح الناس فلازم نعمل دراسه كويسه جدا 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 عشان نبدا نفرح بها الناس. لان اكيد ممكن ناس في نفس اليوم ده اللي رايح لبنته ما يرضاش يروح لها، اللي عنده ميعاد ياجله. سبيل النهارده احنا هندعي ناس فعلا. تمام. وبعدين حاجه ثانيه، الشيء الجميل ان احنا لازم نشجع الشباب طبعا. لان احنا النهارده كنا في يوم من الايام، احنا يعني كنا في يوم من الايام شباب وتعلمنا من غيرنا وغيرنا اتعلم من غيرنا. واحنا النهارده لما كناش ناخده بايديكم وتطلعوا انتوا فوق، مين هيطلعكم؟ زي ما الناس خدت بايدينا وطلعتنا احنا فوق، فهي ايه يعني كما تدين تدان. انا عايز اقول لحضرتك الشغل مع الشباب في شجره مثمره لابعد الحدود، لان هو ده فعلا 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 ده بنيان مصر الجديد. الشباب اللي انت سعادتك بتتكلم عليها وانتوا منهم، انت بنيان، انتوا العصر الحديث، انتوا عصر الكمبيوتر. انتم ان شاء الله ان شاء الله بامر الله السند، بامر الله بعد امر الله عز وجل انتوا السند للناس الاجل بعد كده ان شاء الله. فانا على تم الاستعداد في اي حاجه تسعد الناس وتفرح الناس وتطلع الناس من المول اللي هم فيه شويه. تمام يا حاج منصور. هل حضرتك يعني شايف بصفتك حد من اهالي منطقه الرمل ومنطقه غبريال، شايف ان هو ده الاختيار المناسب ان احنا نعمل فيه حدث زي ده شارع مسلم ابن الوليد في غبريال؟ والله هرد على سعادتك. انا خايف تكون تقول لي انت مجامل وانا ما اعرفش المجامله. احنا عندنا دايره الرمل ديت هي اسكندريه بصفه عامه، بس انا بحب ابدا في دايرتي بصفه خاصه يعني اسكندريه واهل اسكندريه كلهم طيبين، واهل مصر برضه طيبين، بس برضه ايه بصفه خاصه مسقط راسي ودايرتي ومكاني والله كلها ناس طيبين. والناس ما بتصدق تفرح،
يعني احنا دايما نقول ايه، الراجل بيتضرب بدراعه وبتضحكه، يعني طفايه صغيره بتبسطه لما تكون مزعل الراجل وتيجي تطبطب عليه وتديله كرم الله بتسعده. فاحنا شعب شاب شعب شعب طيب، وعندنا ناس في الحته في منتهى الروعه طيبين جدا جدا. فدي فرصه، فرصه ان احنا حتى نحسس الناس اللي هي كبار في الناس، كبار الناس الكبيره اللي في السن، ان في اجيال جايه تسد مكانها. ده شيء يفرح. يعني النهارده عايز اشوف منصور محمد في الشارع، وعايز اشوف 100 منصور محمد في الشارع، لان انا مش حافظ هكمل طول عمري. لا انا يعني هي رساله بتوصل بعضها. فيا اهلا وسهلا معاكم، واهلا وسهلا ان احنا نسعد الناس، ما فيهاش اي مشكله، واحنا نقف معاك قلبا وقالبا. طبعا الحاج محمد الاسد طبعا الراجل ده راجل خير وراجل محترم، والحاج سيد مسعود، كل الناس اللي في الشارع بدون ذكر اساميهم، يعني ناس كتيره محترمه وفيها يد المعاونه ومتعاونين لابعد الحدود. فان شاء الله بامر الله، بامر الله ان شاء الله، ان شاء الله جزاك الله خير شباب مصر بالكامل، وبالاخص شباب دايره الرابعه. طيب يا حاج، احنا ان شاء الله هنبدا فعاليات الموضوع ده من بعد بكره. النهارده ادي اول يوم نزلنا فيه نشتغل، احنا بنحاول ان احنا عايزين نوصل ليوم العرض نعرض على الناس ان احنا عملنا مجهود كبير علشان نوصل ليوم الاحتفال ده، ان الناس كلها تبقى مبسوطه والناس كلها تحتفل معانا والناس كلها تبقى تشارك، ونرجع تاني روح الالفه والود والحب لشارع مسلم المريض في غبلان ان شاء الله. والله بس انا عايز اقول لسعادتك حاجه، وانا انا انا طبعا الشيء اللي ساعدني ان وجود الشباب ده العبود الفقري لمصر بالكامل. انما اللي انا عايز اقوله لسعادتك، هو الوقت كان ضيق شويه، انما بندعو الله عز وجل وبنتمنى من الله عز وجل ان هو يوفقنا في الفتره الصغيره اللي البسيطه دي، ان احنا بجد 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 نسعد الناس. وبعدين احنا بنسعد الناس مش مقابل مادي ولا اي حاجه، احنا بنسعد الناس عشان فعلا انتوا عايزين تسعدوا الناس ان شاء الله، وقابلكم دعوه طيبه من الناس بس ان شاء الله. شكرا يا حاج منصور، ودعينا ربنا يوفقنا ان شاء الله. حسن استماعكم، واشكركم على ان كنتوا جيتوا شرفتوني هنا، ويا مرحب بيكم في اي وقت، وربنا يوفقكم. وعايزين الموضوع ده ما يتكررش في دايره الرمل، لا يتكرر في اسكندريه كلها ان شاء الله. انا وانا كتر خيرك، متشكرين جدا، وربنا يصلح حال مصر جميعا. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. يلا بينا باشا، يلا باشا.